مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا اليوم كانت أجواء حارة في النهار، تفاوتت درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم ما بين 38 إلى 41 درجة مئوية. أما بالنسبة للأجواء المتوقعة في هذه الليلة، أجواء معتدلة في بعض المناطق وتميل إلى الحرارة في بعض المناطق. متوقع تفاوت درجات الحرارة الصغرى ما بين 21 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية في الجزر والمناطق الساحلية. أما بالنسبة للأجواء الحالية في مدينة الكويت وضواحيها، السماء صحو، الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 5 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 34 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 20%، الرؤية الأفقية جيدة تتجاوز 10 كيلو. مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى، متوقع تتفاوت درجات الحرارة الصغرى ما بين 21 درجة مئوية في المناطق الغربية في منطقتي الشقاية والسالمي، شمال البلاد في مزارع العبدلي 23 درجة مئوية، جنوبا في مزارع الوفرة 24 درجة مئوية، الجزر الشمالية فيلت شورب وبوبيان 25 درجة مئوية، أما الجزر الجنوبية قارو كبر أم المرادم 30 درجة مئوية. الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة. متوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة خاصة في المناطق الساحلية والجزر الكويتية بسبب تقلب الرياح. من بعد منتصف نهار يوم الغد ودرجات الحرارة العظمى قد تتفاوت ما بين 39 درجة مئوية في المناطق الغربية إلى 41 درجة مئوية في مدينة الجهرة وضواحيها، 40 درجة مئوية في مطار الكويت الدولي، المناطق الشمالية في مزارع العبدلي 40 درجة مئوية، الجزر الشمالية في فيلت شورب وبوبيان 38 درجة مئوية. أما جنوب البلاد في مزارع الوفرة والخيران من 37 إلى 40 درجة مئوية، الجزر الجنوبية قارو كبر أم المرادم 35 درجة مئوية. كذلك في نهار يوم الغد تستمر الرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، راح تؤدي لزيادة الرطوبة النسبية خاصة على بعض المناطق الساحلية وكذلك الجزر. الأجواء البحرية أعزائي المشاهدين، متوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية. متوقع أن تراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 أقدام. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 4:15، موعد شروق الشمس الساعة 5:35، موعد أذان المغرب الساعة 5:48. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، الأجواء بالنهار أجواء حارة من 37 إلى 42 درجة مئوية. أما الأجواء في الليل في مدينة الكويت معتدلة مناسبة تتفاوت من 26 إلى 28 درجة مئوية. الرياح تستمر يعني رياح جنوبية شرقية، قد يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة خاصة على المناطق الساحلية والجزر. تستمر الرياح الجنوبية الشرقية معتدلة السرعة حتى منتصف نهار يوم منتصف الأسبوع القادم تتحول للرياح الشمالية الغربية.